أذان كادين رجعنا لكم تاني ومعانا الشاعر الكبير شعبان سند الشهير بمستر شيكو. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. نحب نتعرف بيك أكتر. أنا شعبان محمد فتحي دحنو، شاعر رابط زكريا وممثل ومراسل صحفي في جريدة مصر الدولية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. أستاذ شعبان حضرتك أو مستر شيكو، حضرتك بدأت فن وتعلم كم سنة تقريبا؟ لا، هو الفن الدمي من صوب دمنا، لأني ماليش أصلا فنية. في ميزة أساسية اسمي فني ورش. خرجنا على الناس اللي عملت سجينين. تمام؟ خرجنا على ده معروف عالميا، مهنة عالمية. لان المخارج انواع، في تشيلي، في الماني، لازم نعرف، في صيني، في كلام، في روسي، في بقى حلوان. مصر بالنسبه لمصر هي اسمها مصانع المخارج. اللي هي المطابع؟ لا، المخارج اللي بتخرج اي معدن، حديد، نحاس، فلوس، انواع المعادن، ذهب، جميع المعادن. هي شغلانه في الليل. طب امتى حضرتك؟ انا حسيت بان انا عندي مول من حوالي 35 سنه. بيني وبين نفسي حسيت بان جوا حاجه بتقول لي انت شايف وما رحت لواحد زميلي او زميله فرق اكبر مني اسمه استاذ عمر شتو، سمعت بعض صوتك وقلت المؤلف الشاعر عبد محمد فلك. قال ازاي اكتب لك طوال الشاعر وانت ما نعرفش وقت ما يعني ولا قلت له بس انت فصرت حضرتك تعملها بذك ورحت عايز اتوزع على زمايلي وقلت لهم انا شاعر انا تلقائيا بدون طبعا ما اتجه لاي مكان فني اخذ منه اي حاجه ولا شهاده ولا حاجه مع نفسي قلت انا ما قابلتش شاعر المؤلف. المهم طبعا فين الشاعر فين المؤلف؟ كنت بقى انا بقول حاجات غير اللي بقول دلوقتي خالص. بدات من الصومات والملوخيه والفاصوليا كده، اول ما فصلت بيتخانق مع الصومات مش زعلان على مانجا من الكوسه كده. المهم فبداوا قالوا لا انت مش شاعر لمؤلف يسموه. بدات الالفاظ اللي هي البذيئه بقى تجيني على التليفونات ومش تليفون انا تليفونات اخواتي. صوت جاي قالوا لي انت كده ضيعنا معاك. ايه ده اللي نسمعه ده؟ سيبك من الشعر وخليك في ورشتك وفي محاضرة. اوكي، وقعدت نايم حوالي 30 سنة. 30 سنة؟ اكتب بيني وبين نفسي، لا انا اكتب بيني وبين نفسي وقت، اكتب بيني وبين نفسي واجنت واجنت واجيب ورا اقرا لكذا شاعر زي استاذ عمرو فضل نجم، استاذ عبد الرحمن الهنودي، استاذ صالح الدين، قعدت اقرا لحد ما جيت مرقص رزق وقريت اي كتب كتير وقعدت بيني وبين نفسي بقى ما ايه لا اقول انا شاعر ولا واعر ولا اي حاجه. وفضلت ساكت تحديد في 2015. الكلام ده من 35 سنه كنت كاتب المؤلف الشعر حتى الناس تقول سبحان الله 35 سنه في واحد معاه كذب منه الف كرب سبحان الله سبحان الله. وجيت فجاه قلت الله اكتب حتى لو معايا حاجه معتمده واقول حتى ان انا اسمي شعر. فرحت وزاره الشباب والرياضة عند الاستاذ محمود بنساوي بسرعه فقلت انا شاعر. قال لي سمعت لهم حاجات روحانيه ما قدرتش ايه اقول بقى حاجات وطنيه ولا اقول معلش رومانسيه ولا قلت كلها روحيات. واحد بيكلم نفسه مثلا واحد بيكلم نفسه روحانيات. انا بكلم روحي بقول يا روح تقول لنفسي اوعى في يوم تنسي انك من تراب من تراب لك عم يا روح يقول لنفسي اوعى تنسي ذكر الدنيا ان انا وانت في يوم راح نقعد حتى نكون ما بين السبعه اللي لا ظل لا ظل في يوم الايام يا روح يقول لنفسي اوعى تكوني في يوم طماع قولي لنفسي ارميها بقى ده الدنيا ساعة اجعليها صاعة في ذكر الله ان انا وانت في يوم
بعمل ايه؟ يروح يقول للناس دي الراجل اللي لها بجع والتراب في يوم راح انكسر والتراب راح يتبقى يروح يقول للناس دي اوعى تنسي ذكر الله. مستر شيكو، أول قصيدة عملتها كانت إيه؟ أول قصيدة صراحة عملتها كان شكرا ليك، وكنت بقول فيها أقول لمين إلا ليك يا ملك المماليك، ولمين غيرك أقولها إلا ليك يا ملك المماليك. بقى مني على قد سني، من سني صغير ولا كبير، من تعلم مني سني كان صغير ولا كبير، من تكبر مني بكثير، انت كبير وانت الاول وانت الاخير. تهرم كلامي ويتسع لساني، لو تتقال لحد ثاني الا ليك يا ملك المماليك، اقبلها مني على قد سني. اقول لك ايه بالشكر ليك يا اللي القلب اتعلق بيك، يا اللي ملف قلبي شبيك، يا اللي العقل ثمن لي كده مشغول بيك، يا اللي انا وجهي زمان كده متفائل بيك. اقول لك ايه غير شكرا ليك يا شاغلني، يا مجنني، يا واخد عقلي مني، يا حته مني، يا اللي انا منك وانت مني. اقول لك ايه غير شكرا ليك، يا اللي انا قلبي اتعلق بيك، يا اللي مالكش في قلبي شريك، اللي العقل زمان كده مشغول بيك، يا اللي الوجه زمان كده متفائل بيك. شكرا شكرا شكرا. حضرتك لو معاك ميدالية ذهبية تحب تديها لمين؟ الميدالية الذهبية بفضل ربنا أهديها للخير اللي اتعلمت منه، أهديها لروحي بالشجاعة الرحمن اللي قدوني، لأني صراحة كنت بقعد قدام التلفزيون أتعلم منه كتير واخدت منه كتير أو وجي في يوم هو بيختبر لي وسبت مرة ما رضيتش أقولها، وثاني مرة كان في هذه المرة قلت لها والدي مش قلت لك تنجح وديك تنجح تاني، لأنه نجحني في الأول واتنين تاني سقط مني فسقطت، فعشان كده بقى لأنه كان فرحان وسعيد إني نجحت، لأنه عارف إن أنا متعفف الشعر كويس وبقولها لك وكمل، ما كنتش أروح تاني بس صممت وقلت بدل ما أنزل أروح تاني رحت تاني سنة ونجحت الحمد لله. واعتمدت الشعر دلوقتي شاعر مؤلف، بحلم إن أنا كنت من 35 سنة كنت بقول مع نفسي مؤلف شعر، دلوقتي الحمد لله بألف وشعر. مؤلف حاجة جميلة جدا بقول من ستة ستة. نسمع حاجة من حضرتك اتفضل. بقول من ستة ستة قاعد على الدكة مستني حتة لا جت ولا رنت ولا سألت فيها. وبعد شوية قعدت شوية لقيت هدية وقاعدة جنبي ولا بتكلمني. قلت مالها ده تكلمني. رحت سايب مكاني وقعدت في حتة تاني. في نفس الثانية لقيت واحد تاني قاعد مكاني. قلت كده الست دي ما تزعلنيش وما تبقاش حباني، ورحت قاعد في حته تانيه لقيت واحده جايه بسالها ايه تاني اسالها معاكي ايه؟ قالت معايا قرايب كتير ومحدش جه في بالي. قلت تبقى الست دي واحده تانيه اتعرف. بقول لها رايحه فين؟ قال لي راح لوحده تاني. قلت لا تاني ولا فتة، خليك قاعد على الدكة. وفضلت من ستة لتمانية، ومن ستة لتمانية لقيت واحدة تانية. وفضلت مستني واحدة تانية تكون عجباني، ما لقيتش ولا واحدة فيهم عجباني. وفضلت قاعد للصبح أخبط كف على كف وقلت طب هعمل إيه تاني؟ من ستة لستة قاعد عندك كده أنا تزعلني يعني. سعيدة بك مستر شيكو، وأتمنى تكون انبسطت معنا. والله من جد انبسطت وكفاية مقلبكم الجميلة. شكرا.
وجهك جميل والناس الكويسه لها. ميرسي حبيبي. اعزائي المشاهدين، كان معنا الشاعر الكبير شعبان سنة الشهير بمستر شيكو. فاصل وارجع لكم تاني، استنونا. Smart Tree Artificial Plant Smart Tree للنباتات الصناعية والأشجار والنخيل. سمارت تري مصطفى عبد الناصر، فخر الصناعة المصرية. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني، ويا رب تكونوا استمتعتوا بوجودنا معاكم، والفقرات اللي قدمناها تكون عجبتكم، ونشوفكم على خير في حلقات تانية كتير وناس من ده معاكم هنا.